اختيار وائل جمعه، اختيار كابتن وائل جمعه طبعا، كابتن ضياء السيد، كابتن وائل جمعه كمدير المنتخب، كابتن ضياء السيد مدرب عام، كابتن محمد شوقي مدرب مساعد، كابتن عصام الحضري مدربا لحراس المرمى. ايه رايك في هذه الاختيارات يا استاذ؟ انا شايف ان هو جهاز يعني اللي هم المحليين او المصريين جهاز محترم. كابتن ضياء عنده خبرات كبيره واشتغل مع برادلي مدير مدرب عام برضو، وكان له يعني خبرات معينه سواء على مستوى الانديه او المنتخبات. بالنسبه لمحمد شوقي كان مدرب مع كابتن شوقي غريب، فعنده فكره طبعا قويه جدا، كان ملتزم الحقيقه وعن المنتخب الاولمبي. وبما ان هيتم عمليه تحديث او احلال وتجديد، فهيبقى دوره مهم قوي في انه ينقل الصوره الخاصه باللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي للجهاز الجديد وكيروش. وجهه نظر هايله. هايلة على فكره. يعني اختياره موفق جدا، ربط بين المنتخبين بالظبط. طبعا كابتن ده اللي دعم كابتن ضياء على فكره. نعم، وده اللي دعم كابتن ضياء انه اشتغل مع مجموعه برضو من اللي هم اكبر من الاولمبي ده شويه، تشتغل معاهم برضو جيل صلاح يعني. وكابتن وائل جمعه طبعا راجل انا بحب دايما الشخصيه اللي بتشتغل، لا اللي بيشتغل في الكوره، مش مجرد ان هو واحد بيجري ولاعيب فنيا بس، لا دماغ حتى وهو بيلعب، راجل عنده فكر وعنده دماغ معينه. على الرغم من الحقيقه بركات برضو كان مادي دور رائع في الفتره اللي طبعا بدون مقارنه، لانه يعني هو اصل بركات في الاخر مدير المنتخب دوره بالكوره لا بالظبط. لا والفكره ان بركات قد يكون في فتره معينه كان مطلوب في الجهاز ده، انما اتغير الجهاز كله فتم بالتالي تغيير كابتن بركات. انما وائل جمعه عنده خبرات، انا بقول مش لازم انها تبقى فنيه، بالعكس انا بقول المينتاليتي او العقليه بتاعته يعني ملم بحاجات كتير، اشتغل برضو في التحليل في بي ان سبورت، ويعني دماغه متابع حاجات كتيره جدا من خلال وجوده. عصام الحضري طبعا يعني طبعا هو عصام اصله معتزل وهو عنده 500 سنة اصلا، يعني فطبيعي لو اتاخرنا عليه شويه، لا لو اتاخرنا عليه شويه مش هيلحق يبقى مدرب، لكن هيرجع يلعب. فطبعا بنبارك له جدا، وان شاء الله تبقى خطوه جيد موفقه يعني بالنسبه له. استاذ محمود، لا هو اختيار موفق بالنسبه لعناصر الجهاز اللي معاه. طبعا كابتن وائل عنده خبره بالنادي، رغم انه يعني لم تكتمل لظروف معينه، لكن وائل من الشخصيات المحبوبه على فكره. لا ودوره مع المنتخب خلال سنوات طويله جدا كان له طبعا كلاعب وكنجم، لا شك ما حدش يختلف على شخصيته، كمان اضافه ان اجابته للغه برضو دي هتساعده كتير جدا انه يتقرب المسافات. معاه طبعا كابتن ضياء السيد يمكن يمتلك علاقه جيده مع محمد صلاح، فدي من الحاجات الاساسيات اللي هتحل كثير من المشاكل. استاذ عصام قال لك ان هو ما خلاص مفيش حاجه اسمها ما انا واخد بالي، بس برضو يعني واخد بالي في النموذج يعني، لكن برضو هيقول له برضو فلان برضو اصل محمود صبري عشان صاحبي فلاعبه. لا مش قصدي كده يعني، انا قصدي على التواصل يعني، قصدي على التواصل والعلاقه ووصل الرسائل للمدير الفني، لان انت الراجل المعاون للراجل الاول بيبقى دوره انه يلم حواليه لو اي حاجه، لو سؤال تفاهم. بس الناس ده محمود اخرتها بس يفيله الناس بس ولا خلاص ماشي خلاص، ما هو صاحب القرار، هو صاحب القرار. لكن ضياء عنده خبرات طبعا ربنية. طبعا اعتقد طبعاً. انه عنده فرصه كمان مع بيب رادلي، كانت يمكن لم يحالفه من توفيق الوصول لكاس العالم، بس هي برضه 6-1 برضه بنت الجنيه برضه مش عايزين نفتكر لا بس هي برضه زي ما هي مؤلمه احيانا، بس حلوه. محمد شوقي مشروع لا برضه في استاد الاهلي، حلوه في استوديو الاهلي حلوه. محمد شوقي مشروع مدرب فاهم خططي كويس جدا. لا ما اتكلمش فكره الربط، لا اتكلمت قلت فكره الربط فكره عنده يعني عنده حاجه هيقولها يعني. يمكن شوقي غريب قدم اثنين خدهم بدهم الصوره، وائل رياض ومحمد شوقي، من الحاجات اللي هيكون لهم مستقبل في التدريب ان شاء الله. الحضري بقى مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، احنا قلنا نلحقه خبراته دي كلها وتواجده وشخصيته ان هو بقى عامل ينقل بقى الكلام ده لحراس المرمى. اعتقد كلهم اللي هينضموا للمنتخب يبقى عندهم رغبه يشوف الحضر هيعمل ايه. عامل دراسات اكيد طبعا، لسه جاي من فرنسا، عامل كمان بتاع الاتحاد الاسيوي. الحضري من النوعيات اللي انت عارفها يعني،
يعني التصميم التدريب الاخلاص في العمل لاخر وقت. فاعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى اتمنى لهم التوفيق، اتمنى للاعبتنا ان هم يعرفوا قيمه منتخب بلدهم لما عندهم فرصه يروحوا كاس عالم 2022. المشوار قريب مش بعيد، التاهل وتصدر انتزاع البطاقه امر مش مستحيل باخلاص بجهد بعمل، لانه عندنا المرحله الثانيه هي الاصعب مش مرحله لما عندك مشكله نعدي بس ليبيا وبعد كده نشوف الثاني بعد كده تبقى صعبه جدا يعني. فاعتقد انه مزيد من التركيز والاخلاص عمل اعتقد ان شاء الله نروح اول مجموعه باذن الله. استاذ سامي. ايوه انا من البدايه خالص لما شفت الجهاز معاون يعني سعدت جدا بوجود كابتن ضياء السيد بشكل خاص يعني. أنا اعرفه شخصيا جدا وعارف انه عنده شخصيه قويه وفهم كويس قوي النواحي الخططيه وعلم التدريب، فيعني ده وجوده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر لانه هيقدر يوصل الرساله الصادقه لكروش كمدير فني. وطبعا يعني معاه كابتن شوقي زي ما اتفقنا مع استاذ جمال ان هو ربط مع هايل. فكره دي فكره يعني اعتقد ان ده تغيير في التغير في التفكير اهم حاجه يعني. انا اذا كنت بدور على سنتين جايين يبقى لازم اشتغل مع الجيل اللي تحت يعني بالظبط كده. فبالتالي يعني وجود شوقي مهم جدا. اما كابتن عصام الحضري طبعا يعني اتمنى انه ما يسيطرش على حراس المرمى ويطلب اللي هو اللي يلعب عشان ياخد ماتشات زياده. طبعا عصام الحضري خبرته عظيمه جدا وهيفيد كل حراسنا. يبقى كابتن وائل جمعه يعني عقليه اداريه من الدرجه الاولى يعني هو اختار الفيلد المناسب له من البدايه كاداري وتحليل، فطبعا وعنده قدر عالي جدا من الثقافه الرياضيه والكرويه. فطبعا انا شايف ان بالذات وائل جمعه هيكون عليه عبء كبير جدا في يعني انه يحرك ما لدى اللاعبين من حماسه واستهداف كمان قبل بس الفتره الجايه يعني. وقبل ما ننسى قصه لان محمد بركات الحقيقه عمل شغل هايل جدا في الفتره ما قبل بتاع لانه حتى في الفتره الاخيره دي كان في شويه مشاكل كتيره بتحصل بس هي بتيجي بقى الامور كان بيسهر عليها ليل نهار بركات يعني كان واقف. لا المشكله في انا بتكلم المعسكر الاخير في سفريه الجابون يعني الجابون كان في مشاكل كتيره حصلت وكان لوجود بركات الحقيقه يعني دور في حلها يعني. نعم دور يعني دور ان هو وقف لها ده وقف الموضوع في حاجات يعني هي الجو العام مش حاجات في الزعيق وحاجات بالظبط. فعموما اعتقد ان ده حاجه كويسه يعني لعل اللعيبه تساعد نفسيها كمان وتساعد الجهاز الفتره اللي جايه. انا مصر على ان دور اللاعبين في الفتره الجايه اهم واقوى طيب. من الجهاز الفني. استاذ عصام اخيرا انا عايز انا عايز سؤال بس كواليس بقى وائل جمعه وشوقي و كواليسهم هم كواليس اختيارهم يعني لا اختيارهم جه اولا الراجل كان جاي كموفلاش يعني ايه الدنيا حوالينا مولعه فعايزين نعمل ايه فهوب الكابتن حسن شحاته يهدي الشارع يوم هوب نقول ايهاب ولا حسام حسن نهدي الشارع ساعتين هوب يا عم فنجاده طب نتصرف نروح فين نيجي منين هو اشتغل مع الراجل ده قبل كده مستشار فني وحاجات كده هوب قالك نكلم الراجل طب الراجل ده ما يرجش تبهاته الاتصالات حصلت بين مجال تمام عرفنا الراجل الباقي بقى الباقي بقى تم اختيارهم على الاساس ده اولا وائل ليه واحده عند مجاهد وابو ريده خدوا الانتخابات معاهم وضحوا بيه ينجح عشيه الانتخابات قدامنا قايدوا عليه عادي جدا وبالتالي كان حق اصيل خاصه مع استبعاد بركات لا معقول يعني خاصه ما كانش فيه منافسه يعني ما كانش بيتقال بركات ووائل الراجل وائل مستقر حتى المكان اعتذر للناس والناس بالزبط. كانوا اكرم بكثير من جماعتنا وقالوا له طبعا ده منتخب شقيق لازم تروح لكنه ما كانش في منافسه فما انه كده طب ما نجيب الراجل اللي كنا عملنا معاه الحركه البراوليه دي ضياء لان ضياء قريب من جيل زي ما قلت لحضرتك اللي اغلبه هيبقى مع الراجل وفكره انه حد فعلا بقى بجد مش يعرف يكلم صلاح صلاح مش اجنبي يعني حد قريب من الجيل بتاع صلاح يعني وهو مدرب محمد صلاح ينقل الراجل بسرعه طبيعه اللعيبه لان الراجل قال انه كل اللي عايزه فايلنج بس اول ما يوصل للاعبين دول ومعاه مساعدين. شوقي عن خلفيه عمله مع شوقي غريب لانه كان
حد جدا وكان صاحب رأي بالمناسبة في كاس شاو غريب، وشاو غريب كان ساعات بيزعل منه طبعا، كانت بتوصل للقيادات وحاجات كده في فكرة مين يلعب وجبنا ده ليه وسبنا ده ليه، يعني شغال على نفسه وفير للأمانة. يعني عصام العضر يعني اتقال إذا ما خدش فرصته زي ما الرجالة بتقول دلوقتي ياخدها إمتى، غير كده قال لك أصلا لو يعني لو استخدم ما تدرب لما يبقى عنده يعني لو استخدم ما تدرب عليه مع مدربين وحكى للجوان وبتاع الفتنس شغاله ما يعمل جوان قد الدنيا، فكان اختياره عشان ياخد فرصته. إذا هي اختيارات منطقية يعني أقصد إن هي اختيارات كلها في الصالح العام للمنتخب، بس كانت للتهدئة. لكن سبحان الله البلد دي دايما اي حد بيحاول يعمل معاه حركه نص كم بتقلب لصالحنا. وبالتالي الكيموفلاش هيقلب جد واوعدك. والاهم انه انا بقى عندي حاله سعاده بكروش. ليه بقى؟ لانه جانا مدير فني مش هيمشي ساكت يا استاذ اسلام. يعني ايه بقى في كل الاحوال يا استاذ اسلام؟ يعني اذا حد عشان يبقى كلام رسمي يعني اذا حدث شيئا ما هيعمل مؤتمر صحفي، اذا لم يكن هنا فهناك، ويقول لقد غادرته لان محمود صبري وجمال الزهير اللي عملوا مع ايران عملوا كذا ومذا وباعوا كور واشتروا فلنات وقالوا لي مالكش دعوه بده وشوف ده وبلاء سوسو خد لولو. مش انا سعيد قوي بالقصه دي. هذا الرجل ما عندوش رهانات غير على كده، ولا امشي يا عم الحاج ولا هنشوفك فتره تانية ولا هنكلم حد يجيبك نادي، ولا حبايبنا الدوحة هيجيبوك، ولا حبايبنا في الامارات هيشوفوا السي في بتاعك وانت جيت مصر. مش هيلعب الالعاب دي خالص. ما عندوش كيك على العالي ولا كيك على الواطي. حلو. بس وده ما تستحقه مصر الكروية. اذا بقى بقى الحاج فنجادة بحجم هذا يعني اليقين والثقة اللي حدث معاه ولاحظه واشتغل بجد، هو عنده تجارب في القطاعات دي وتوضيب اتحادات في اخر فترة، ووضب الاتحاد بما يرضي ضميره، واشتغل على الأعمار روافد المنتخب الذي نأمل فيه اللي هو تحجيم السن.